حذرت الأمم المتحدة من أن 250 ألف نازح شمال غربي سوريا يواجهون ظروفا شتوية كارثية. وذكر مارك كاتس نائب المنسق الإقليمي لسوريا في دائرة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، ذكر أن النازحين يعيشون في خيام لا تصمد أمام الثلوج ودرجات الحرارة المنخفضة. كما شدد المسؤول الأممي على أن شمال غربي سوريا منطقة منكوبة، داعيا المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لحماية النازحين. هذا وضاعفت عاصفة ثلجية معاناة النازحين السوريين شمال حلب في المخيمات العشوائية القريبة من الحدود السورية التركية. ووثق فريق منسقي الاستجابة في سوريا 176 مخيما تضررت نتيجة العاصفة، كما تعرض أكثر من 23 ألف نازح لأضرار مختلفة، وأصبح أكثر من 2700 آخرين بلا مأوى نتيجة انهيار خيامهم. والله يا ابويا دحجي شلون حالتنا؟ ديماتي مية غدا، ديماتي مية صار، انا بيش اريد اتغطى، بيش اريد انام بنياتي. البرد والجوع حربان لم تضعا اوزارهما بعد، وما زالتا تقتلان وتشردان مئات الالاف من السوريين النازحين في المخيمات. لم تكن فاطمة وحدها من فقدت اخر مأوى لاطفالها بسبب الثلوج، فالمشاهد تتكرر، وربما لم يعد في العيون دموع على مأساة مستمرة منذ أكثر من 10 أعوام. ما حسينا ودرينا إلا الخيمة طبت علينا، حي أجوا الناس علينا تراكضوا فزعوا، طالعوا الأولاد من تحت الخيمة، وهاي العفش والأغراض ممدودة وتركناها على حطتها، ورحنا خذينا أولادي لعند جيراني. البقاء على قيد الحياة دفعهم لإنقاذ أنفسهم، فالثلوج حاصرتهم من كل مكان، وفرق الإنقاذ لم تتمكن بعد من الوصول إلى الجميع. النقص الشديد في المساعدات الإنسانية دفع الأهالي إلى تشكيل فرق تطوعية لمساعدة النازحين. مبادرات تطوعية قام بها الأهالي في المدن القريبة من المخيمات العشوائية الأكثر تضررا شمال حلب استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، مع ذلك لم تكن كافية لتغطية جميع المتضررين. نحن مجموعة من الأهالي قمنا بمبادرة تطوعية من أجل إعانة أهالينا في المخيمات العشوائية. طبعا قمنا بجمع بعض المواد التدفئة من عوازل بطانيات وصوبات وفحم وبعض الخيام المتضررة التي تساقطت عليها الثلوج وسقطت على الأرض. قمنا أيضا بجمع بعض الخيام من أجل مساعدة أهالينا. طبعا المخيمات بحاجة دعم كبير، منظمات ما عم تلحق. وثق فريق منسقي الاستجابة في سوريا أكثر من 176 مخيما تضرر بسبب الثلوج، وأكثر من 467 خيمة دمرت بشكل كامل، و23 ألفا تضرروا بسبب العواصف، فيما شردت الثلوج أكثر من 2700 باتوا بلا مأوى. قحطان مصطفى، العربي، شمال حلب. وينضم إلينا من ريف إدلب مراسلنا إبراهيم تريسي. إبراهيم مرحبا بك. حوالي 3000 نازح بلا مأوى في ظل ظروف جوية قاسية، ما حجم هذه المأساة وما فرص إنقاذ النازحين؟ نعم رشيد، يعني هنالك أعداد كبيرة من النازحين السوريين يختنون بالقرب من الحدود السورية التركية في مخيمات. حسب آخر الإحصاءات وصلت أعداد النازحين في المخيمات إلى 1,000,000 نازح، يعني الاستجابة الإنسانية لجميع هؤلاء شبه مستحيلة في منطقة كالشمال السوري. هنالك أكثر من 3000 شخص من النازحين باتوا بلا مأوى جراء العاصفة الثلجية التي ضربت ريف حلب الشمالي خلال الأيام القليلة الماضية. في ريف إدلب أيضا يعني عاصفة مطرية عاتية ضربت الخيام، أدت إلى أضرار كبيرة في المخيمات الواقعة في منطقة إدلب. هنالك أعداد كبيرة من النازحين في ريف حلب وريف إدلب غير قادرين أن يصلوا إلى النقاط الطبية أو أن يخرجوا حتى من مخيماتهم، لأن الطين والثلوج حاصرت هذه الخيام بشكل شبه كامل. فرق الدفاع المدني تسعى بشكل حثيث لكنها للاستجابة لهذا الأمر الطارئ، لكنها لا تستطيع تغطية جميع هذه المخيمات. هنالك أماكن كثيرة لم تصل إليها المساعدات الإنسانية. الجدير بالذكر أيضا أن يعني سكان المخيمات بحاجة ماسة إلى المواد
الأساسية من طعام وشراب وتدفئة. هذه المواد يعني شبه معدومة في بعض المخيمات، هنالك مئات المخيمات العشوائية التي لا يصلها أي نوع من أنواع الدعم، هنالك مرضى مصابون بأمراض مزمنة لا تصلهم الأدوية أو لا تستطيع النقاط الطبية المتنقلة الوصول إليهم جراء العاصفة الثلجية والمطرية، إضافة إلى أنه اليوم يعني درجات الحرارة يعني منخفضة جدا جدا، تقريبا ناقص 2 يعني، وهو أمر بات يعني يؤرق جميع النازحين السوريين. شكرا جزيلا لك من ريف إدلب مراسلنا إبراهيم